بصراحة كيف حالك؟ بحاول أكون بخير. ما حتكون كويس إذا شايفة الحياة حوالينا كلها ما كويسة، ما حتكون كويس تماما يعني. أنت البنت الكبيرة في العائلة، ومرة واحدة الله يرحم الوالد يقتل، شو يستوي في العائلة؟ قبل وفاته بكم سنة كنا متواصلين مع بعض يعني. كان عندنا خلاف، كنت بلحن وقاعدة في الكيبورد وبلحن وحاسة به واقف جنبي يعني، حاسة بأنه هو موجود يعني. أنت قلتي تزوجتي 3 مرات، شو تعلمتي عن نانسي بعد هالعلاقات؟ الحروب اللي مريتوا فيها كيف أثرت عليك أنت وعلى أهلك؟ قررت أن أنا أكون قاعدة في السودان وبقيت أكثر التصاقا بكل حاجة يعني. السودان شو تعني لك؟